نروح للكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة، خبيرنا التحكيمي الكبير. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. أخبارك إيه؟ الأمور كلها كويسة؟ والله الحمد لله كله تمام يا رب دايما. الدوري النهاردة، مباراة الدوري النهاردة كان فيها أزمات تحكيمية أو قرارات تحكيمية مشابهة للجدول ولا الأمور مشيت حلوة؟ والله انا يعني شفت النهارده ركلتين جزاء الغزل المحله، كان القرارات التحكيميه مميزه من الحكم المباراه وحكم الفار. هايل ركلتين جزاء تم احتسابهم لغزل المحله في المباراه، والتحكيم كان ماشي بصوره كويسه. مباراه الزمالك وبيراميدز التحكيم كان ماشي برضه بصوره كويسه، كان في مطالبه ببيراميدز بركله جزاء لكن الكرة ما جاتش في الـ في الـ في الايد خالص. الكرة جت في صدر لاعب الزمالك، حتى لو جت في ايده كانت ايده فاضيه طبيعي، بس هي جت في الصدر. كان برضه مطالب الزمالك بركله جزاء زيزو، الدفعه اللي موجوده او اللمس اللي موجود ما كانش يرقى للاحتساب ركله جزاء، وبالتالي كان قرار الحكم سليم ومراجعه الفار كانت سليمه واستمرار اللعب هو القرار السليم في اللي. فبالتالي كان ماتش الزمالك برضه بيراميدز التحكيم ماشي بصوره كويسه. الماتش اللي كان بس فيه مشكله هو ماتش المقاولين، ماتش المولين النهارده مع سموحه وسموحه والمولين. الكاميرا اللعبه دي طبعا اللي فيه لقطه جبناها هنجيبها من زاويه ثانيه يا كريم، هتلاقي اللمس اللي موجود لا يرقى، هو مجرد استغل زيزو اللمس اللي موجود سقط بعد كده على الارض، لكن الدفع اللي مش لا يرقى يدفع ان يحتسب بيه ركله جزاء، وبالتالي كان قرار ابراهيم نور الدين قرار سليم، ومراجعه الفار برضه في نفس اللعبه قرار سليم لا ترقى ركله جزاء، وبالتالي قرارهم كان قرار سليم. هي اللقطه دي اللمسه دي استحاله تحسب لها ركله جزاء، يعني لمسه اللمسه الايد اللي في الظهر دي استحاله تحسب ركله جزاء، لان في الاخر مش الدفعه دي اللي ممكن تسقط لاعب او ممكن تحسب بها ركله جزاء. في الفيفا نقول عليها نوت انف، مش كفايه صح لاحتساب ركله جزاء. لو كنت سبتني شويه كنت هقول لك انا نوت انف دي يا كابتن جاهد. حفزت خلاص لسه كنت هقولها والله. صح تمام كريم. اللقطه دي يا كابتن جاهد يعني هي يعني فعلا المنظر ده. بص يا كريم، الناس كانت كانت بتتكلم على الدفعه ركله الجزاء بتاعت انجلترا. كان صعب يعني المقارنه بعيده جدا، يعني ركله الجزاء بتاعت انجلترا الدفع كان واضح وصريح والايد ممتده بكامل امتدادها، وبالتالي مختلفه تماما، ما فيش يعني لقطه زي الثانيه. طيب اللقطه دي اللعبه اللي قدامنا ديت دخول بتهور من لاعب بيراميدز كان يستحق عليه انذار، احنا ما شفناش الحكم اداله ولا ما ادالوش، بس في الاخر دي تستحق انذار. كارت اصفر على بيراميدز دخول بتعور بالمنظر ده كان يستحق انذار. فانا طبعا الصوره ما جابتش الحكم اداله ولا هو احتسب الخطا، لكن لازم طبعا الخطا يستحق بطاقه صفراء بالدخول بالتعور بالمنظر ده. تمام. الكوره دي يا كابتن جاد، اللقطه اللي بعد كده هو ماسك السافر لرمضان صبحي بالمنظر ده، وفي حكمه واعده، وبالتالي انذار مستحق اللاعب نادي الزمالك وقرار سليم من حكم المباراه. بنتكلم النهارده كان تحكيم في ماتش الزمالك وبيراميدز كان ماشي بصوره كويسه، لما نلاقي حاجه كويسه يا كريم بنشيد بيها وبنتكلم عليها، فبالتالي النهارده ما حسيناش بالتحكيم في الماتش، وده نجاح للحكم وطعم التحكيم بالكامل يعني. بس في كره اعتقد في اخر مباراه كابتن جهاد، بس مش فاكر مين الاثنين لعيبه، يعني مين من الزمالك ومين من بيراميدز، كان في دخله جامده قوي بالرجل على لاعب بيراميدز من لاعب الزمالك، مش عارف كان لاعب الزمالك هو احتسب الركله الحره ما احتسبش انذار بالظبط، هتيجي يعني موجود في الحالات المفروض موجوده. الزمالك ده تسلل اللاعب اللي موجود طبعا المساعد الشاب راشد كان مميز النهارده، المدافع اللي كان موجود في موقف تسلل، الدخله دي كان لازم مش فاول، لازم فاول وانذار. انذار يا كابتن جهاد ولا اكتر؟ الدخول بتاع اللاعب الزمالك الاستاذ على الرجل هو تم احتسابها خطا فقط بدون انذار، لكن كان لازم اللعبه دي فيها انذار، اقصى درجات التهور موجوده من لاعب الزمالك، كان لازم يطلع لك اعتراف. فالدخول بالمنظر ده الرجل رايحه تمام بالاستاذ لرجل لاعب بيراميدز كابتن جهاد، وبالتالي الدخول بالتهور بالمنظر ده انا عايز على القدم على القدم فوت ان فوت ده لازم كمان كان المساعد يساعد، يعني شهاب قدامه بالمنظر ده كان لازم يقول له ان الدخول للقدم فوق القدم، وبالتالي كان لازم بالاستاذ بالمنظر ده لازم كابتن جهاد. الفار يتدخل هنا، الفار ما يتدخلش لها انذار، لا فرق اكثر من انذار، بس هو المساعد اللي ممكن يتدخل، المساعد اللي قدامه اللعبه كان ممكن يتدخل ويقول للحكم ان اللعيبه يستحق كارت اصفر، اللعبه دي ما تستحقش اكثر من كارت اصفر، لان القدم على القدم في الارض، وبالتالي دي اقصى درجات التهور وانذار مستحق انذار، بس ما الفار ما لا اكثر من انذار.
في حالات تانية كابتن جهاد في هذه المواجهة ولا كده خلاص؟ لا هو الماتش على بعضه كان يعني بتكلم الحالات كلها إيجابية والتحكيم كان ماشي كويس. احنا النهارده كان برضه في شكوى من نادي المقاولين في ماتش المقاولين وسموحة في ركلة جزاء في الدقيقة 90 لمسة يد للاعب سموحة واعترض عليها نادي المقاولين باعتراض غير طبيعي في الدقيقة 90 والماتش انتهى 0-0. الحكم المباراة كان استحالة يشوف اللمسة لأن هي لمسة يد، اللمسة مش الكرة وقفت تحت ايده او لا، هي لمست ايده وما غيرش اتجاهها، وبالتالي حكم يمكن مبرر الوحيد اللي عرفته ان هو الراجل الصورة مش موضحة له، هو يعني مبرر ان الكرة الصورة اللي جات له مش موضحة الكرة لمست ايده ولا لا، لكن بكل الصور يعني اللقطتين اللي جات ان يعني ان في لمسة يد موجودة، لكن الحكم استحالة في الملعب يشوفها. ده معلش كابتن جهاد، لا لحظة الصورة اللي معاه يا كابتن جهاد، كابتن جهاد سامعني؟ دخل وينده للحكم، هو من وجهة نظره ان مفيش فيها لمسة يد، وبالتالي انا شايف ان ركلة الجزاء صحيحة لم تحتسب للمقاولين في ماتش المقاولين. يا كابتن جهاد حضرتك سامعني دلوقتي صح؟ سامعك. سؤالي، هو حكم الفار قال ان هو ما شافش اللقطة ديت؟ لا، ما هو انا بقول لك المبرر الوحيد ان حكم الفار ما يتدخلش ان هو يقول الايه الكورة ما جاتش في الايد، لكن الكرة في لمسة يد، في لمسة يد، اليد خارج الجسم، خارج الجسم. لا كابتن جهاد معلش مكبرة الجسم، مكبرة الجسم، وبالتالي ركلة جزاء سهلة. أنا عايزك تسمع. الحكم في الملعب، أنا بقول لك كريم بكلمك متكلم عن الحكم في الملعب استحالة يشوفها. تمام. أنا بس حضرتك وأنت بتتكلم ما تسمعنيش. صورة الكورة والكورة ما غيرتش اتجاهها والحاجات دي كلها، الحكم يبقى عنده شك إنها اللي جت في إيده ولا ما جتش في إيده. لكن أنا كحكم فار لازم يبقى عندي الحس. طب بص يا كابتن جهاد معلش، أنا بعتذر لك، أنا بحاول أتوقع يعني. تمام؟ ما هو حكم الفار مش هيشوف اللقطه دي غير في حالتين، يا اما هو في اللحظه دي كان بيشرب حاجه، يا اما الشاشه بتاعت الفار قطعت عليه، يعني كان بيشرب كوبايه شاي بره ولا حاجه. تمام؟ يا اما الفار ساعتها عطل. لكن اصل انا عايزك بس، انا بحاول احط نفسي، اصل خد بالك لو الحاله ديت الاهلي او الزمالك كانت الدنيا قامت وما قعدتش. انت شايفها انت بنظرتك، انت بنظرتك انت كمشاهد عادي الكره ايه؟ لا، ما هي عشان كده بقول لك، هو اي حد هيشوفها في يعني اي حد والصوره موضحه وما اقدرش ادي مبرر، اصل الكاميرا ما كانتش جيده، اصل الزاويه مش جيده. انا بقول لك ببساطه شديده، انا ما عنديش حل ان بتاع الراجل الحكم اللي موجود على الفار ما شافش اللقطه دي غير يا اما بيشرب كوبايه شاي بره ساب الغرفه بتاعه الفار، يا اما الفار كان قاطع عنده. وطبعا احنا عشان حسب ما حضرتك فهمتنا وعلمتنا انه لو الفار قطع ولا حاجه وحصل فيه عطل فالحكم بيبلغ، فالحكم ما بلغش. الفار كان يبقى هي كوبايه الشاي وشغال كويس، ما كانش في مشكله في الفار، لكن في الاخر ركله جزاء صحيحه وسهله. الحكم على فكره برضو انا لازم التمس العذر للحكم في الملعب، الكره سريعه والكره ما غيرش اتجاهها، لكن ده قرار فار كان لازم يتدخل ولازم يدي الحكم ركله جزاء ويقول له تعالى شوفها وياكد عليه شوفها وكده. عارف يا كابتن جهاد، انا لا الوم ابدا على حكم الساحه خالص. ليه؟ احنا شفنا احنا كنا حكام في الملعب. الحكم باللقطه دي صعب يشوفها. ما انا بقول لك اهو، صعب يتاكد ان ركله جزاء، استحاله. ما هو كابتن جهاد احنا شفنا في كاس العالم لقطات اوضح من كده كمان، في حكام ساحه ما بيشوفهاش والفار بيتدخل والامور بتخلص خلاص. انا بس اللي بيزعلنا وبيضايقنا، او انا دلوقتي انا يعني متحمس جدا عشان دي لقطه في ماتش المقاولين وسموحه، فرقتين ما عندهمش جماهيريه، عشان لما حد يجي يقول لك ايه انتوا بتسخنوا بس لما تبقى اللقطات للاهلي والزمالك فبتقولوا ازاي. لا احنا بنتكلم في حق يا كريم، بالظبط يا كابتن جاي، سموحه اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين، بنتكلم في حق. بالظبط كده، واحنا بنتكلم دلوقتي على تطوير حكام، ندعم الحكام، خبير تحكيم اجنبي، فاحنا المفروض الاخطاء اللي هي بتبقى واضحه جدا زي دي ما ينفعش تبقى مقبوله ابدا يا كابتن جاي، ما ينفعش. اما وجود الفار صعب جدا تبقى مقبوله، يعني صعب جدا تبقى مقبوله. يعني انا بتكلم عن هي لقطه في مباراه ويعني في الاخر خطا حكم فار وربنا يكرم في اللي جاي التحكيم المصري، لان مهم جدا ان نتفرج اخطائنا بسرعه ونعترف باخطائنا عشان نتفرج الفتره اللي جايه. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا.